صباحكم الله بخير شباب، شلونكم؟ يا مرحبا علومك يا ولما ما في اللعب عندكم. والله بخير، الله يجعلكم في زود نعمة. أنتم صاحب، أما يا ترى أنتم صاحب شرم؟ إيه خلا انشدني وأجاوبك. انشدوني انشدوني. لا ما أني برايح، نشكرك اللي سألتني. أوقات بالتكاوبة والله. والله ما أدري ليه كنا سامرين تونا ظاهرين. كنا سامرين. لا وقتك كويس. الله يرحم والديك. تروح ديرة؟ لا والله ماني برايح ديرة. ترى الجماعة بيفوق السعد أحمد. أوروني جيتكم. أقولكم شيء، أقولكم شيء من ناحية الجولة. ما فكرت فيها صدق، جد جد ما هم والله ما أمزح، جد ما فكرت فيها ولا كذا، ما شغلت بالي ولا ضربتها لأني جد ما فكرت فيها ولا كذا، ما شغلت بالي ولا ضربتها لأني ليه بروك. والله ودي أعرف شو القصور اللي جاء مني، يعني عشان تسوي كذا. ما أدري شو القصور اللي جاء مني لأني واثق ما أدري حتى أقول ميد سالب حتى آية الدنيا الورعان ما عاد في قلبك. أنا خلي لك لا تذق. لا والله أني واثق. الله يا الدنيا، يوم كنا ورعان كنا نحترم الكبير، ما نرفع صوتنا. الدنيا اختلفت، ورع عمره 7 سنوات ولا ما عاد أطلع في السنة. خف علينا يا نايف حمدان، محمد السبيعي، أبو خالد. أنت محمد خالد؟ وهو دقيقة حبيبي. والله يا محمد حسبك صديقي، بس كلكم السبعة أصدقائي. فلانا ياسر قحطاني معدني الطالع مبزرة. لا والله، لا والله، لا يعني شفت هزوت سي شفت. شو اخبار ياسر؟ هذا اسطوره، هذا اسطوره مخلده، يعني فيه رموز في الاعلام خلاص، يعني ما عاد يجي زيهم كذا. اسم خلاص تحس انه تاريخ، تحس انه فلان ذا تاريخ. تدخل من ساعت يقول مني وانا انت اللي تنوص علي. ليش ما رحت افتتاح ساعت؟ ما توقعتها منك. اكل دمنك، اكل دمنك. هو انت جايني هناك وتصيح في السناب وجاي تصيحنا اكل دمنك. يا يمي ما راح يقولك والله على العصا. نامت عيون الناس. ما زين خلاص يا أخو، خلاص أنا تعبت وأنا جامد خلاص العنة. أما يصحي المتابع ولا يفرج خريط.
مستحيل. أنا مستحيل الإخوان يسوون الحركات دي. أنا ما يسوونها والله ما يسوون. دشير صغار دشير صغار يعني أقوى يعني أنت دشير صغار يعني أقوى داشر بيكم يسهر للساعتين ما يرقد. هذا من إخواني أعرف مراحل الليل والسهرة على انشدوني انشدوني والله ودي انا ودي انا كذا انسدح واترجن وياكم صوتك الشاب. كنت سامر عند الجد سامره رضيه رضيه سامرين على عتبه الباب ونسولف ويجينا واحد من قصرانه جيراننا يترجمون شوي ويروح ونسب بعض شوي شوي نتصادق شوي نسب بعض شوي نتصادق. فأنا سامر كذا قلت كذا أبي أرقد. قلت يا ولد أبي أرقد يا ولد أنا بسري يا ولد اجلس اجلس. ويوم شغلت سيارتي قال عبودة أركب معك أرحب عبد خالك يا رب قلبك شعر أحبك يا دريمني الله يقلع إبليسك ظني إنك ساحرني غير جنني المهم وانسدح. قلت يا ولد أنا بروح أرقد يا ولد جيجي أركب معي عبود قال أبيك في سالفة بيني وبينك ما عاد أبي قلبك خليك وليمان تعلم سلامه. انت تزرقين على السوالف انت ورا ما تسكتين لين اكمل السالفه. من دل يلعب رقيبه من دل العلو يتعلل. المهم يهرجني عبود في موضوع ونزله ما نزل المعنى. يوم اقبلت على البيت الا ماشي ود النومه طار يا شوق توت الله من الوان العهد بدي تخليني اروح افتح بيت طار النوم يا لولو الله 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 شفت كم ما يعني قايم بدري اليوم قايم بدري كذي والله الساعة 11 وانا وايد جم كنت 11 حتى احنا ايه انتو انتو انا وياكم يعني أنا وياكم دائم نفس بعض كلنا يعني دائما أنتم معي في كلش حتى في السوق اليوم نتقابلنا شو تسوي هذا والله صليت تغديت خذيت أمي ورحت خذينا فنجان عند خالتي ورحنا المزرعة جلسنا يمكن الساعة 4:30 نزلت أمي ورحت للحلال جاني سالم تكني شوي عند الحلال مثل المغرب ورحت عند واحد من عماني خذيت عنده فنجان صار معودت البيت جلست البيت يمكن بعد العشاء والله بعد العشاء بنهاوة انظهرت سمرت وعليكم السلام حياك الله. كان يوم حافل والله يا ولد الدنيا تمشي بصراحة وش قبيلتك احنا ما عندنا قبائل عوائل ما عندنا قبائل الله يوفقك.
ما صورت، والله ما صورت، ما عندي والله، ما يعني ما ابغى اصور لكم، ولا عندي والله صدق، تراني استعينكم في الاسلام. اشهد الله اني استحي منكم، انتم رفيعين مقام عندي للسناب، صح اني ارضخ هنيا بس هناك والله اني استحي، ودي اني اصور لكم شيء طيب، نشيده، نصيحه، ماقف زين، رفيقني يجمل، والله خريط، الخريط ذا مو بزين والله، لو والله لا عندي اعلان بدراهم اصوره، لو عندي اعلان بدراهم صورت، حاط الدراهم في مخباي قل له بصور، بس ما عندي شيء. وانا اقول مساكم الله بالخير، هذا ولا اخوي، وهذا سعود، وهذا عباس، وهذا فلان، وهذا الماقف الفلاني، تخطرينا هذه والله، والله تخطرينها، يجدوني العربه يبغى هاجم يصور بها يا ولد. انا عندي ناس والله هم فيهم من الهندمه والذرابه، الشيء اللي يحفظك ويغليك عند نفسك وانت مالك دخل. والله يسعد ما عليكم جوانا والله، يعني ودي يا اخو ما شاء الله على ذا الاوادم، اشوف لي اوادم يا ولد، ما شاء الله عجزت انا، ما اروست اني اصير كذا. ما كنت حاطه صوتي صوره ابو هيا، ما ودي حلف انك ابو هيا، تبيني حلف واحطها في ذمتي انك فايز ابو هيا، مسمي نفسك ملاك الدعجاني، أحبك أنت بعد، أحبك لو يدعمك ومرتك. أنت في شاء الله الحاضر. متى تجي للرياض؟ يا ولد والله كان أهل الرياض كلهم مشتاقين لي. والله ان اليوم عندي داعي مهرجي موقعين معي قبل سنه وقعنا العقد، والاسبوع اللي راح كلموني قالوا يا بهاج عندنا حفل في العماريه تجينا، قلت الله يجعل الشر ما يجيكم على خشمي، قالوا استلم الشحنه حقتك عن هذا، قلت وش يعني هديه ولا؟ قالوا لا والله الا بطاقه ارسلناها وترى رجعت الاسبوع اللي راح ما استلمتها، استلمها. قلت وش يعني؟ قال دعوه، قلت الدعوه وصلت لاني مستلمها، الدعوه وصلت وانا اخوك من الجوال ابو مبارك، والله هو نعم، والله هو نعم ابو مبارك الهاجري، سلامي عليه من هذا سلامي عليه مبارك، ابو مبارك الهاجري اسلم عليه كثير السلام، وأعتذر أني ما حضرت لظروفي الخاصة، والله ما ردني منك إلا ظروفي اللي ما جت لي على الكيف، أنا كان ودي يعني صراحة أني حضر وأشارككم حفلكم وبوست لنا وحنا له، ولا حبيناه إلا من محبة الرجالة. ليه جلست في قدر الرجال جلست يعني، اشكر الرجال وانا مستح الرجال ذا حمر عين كذا هرجني، قال بتفق انا وياك انت يا ابو مبارك ذا رجال، والله رجال السنه اللي راحت كلمني قال يا ابو محمد ابي اسوي معك برنامج، وتكفى يا ابو محمد ما ابي مقدم الرجال ظني انها كويتي، ابو مبارك كويتي سم، قال بسوي انا وياك برنامج، انا بسوي انا وياك برنامج، قلت يا ابو مبارك يشرفني، لكن انا والله مروس وقتها وانا صاد والله مروس، العام الشتاء اللي راح نسوي برنامج، قلت والله اني مروس يا ابو محمد، والله العظيم
ما بيصير المقدم الا انت. قلت جعل ربي يخليك لي، والله اني مروس وانا والله اني صادق. فرجع لي حتى طيبه من هو بمبارك. بمبارك هو بمبارك هو اللي تهرشت انا وياه في بوست. انا بوست ذا كيف عرفته؟ عرفته عن طريق ما ادري انا كيف، بس انا كلموني الشركه قالوا تجينا عندك اغراض تعال خذها. وجيت يوم جيت قالوا يا بهاج انت اسمك مطروح وفيه اجتماع دالحين انه، كلمونا الرئيجين قالوا نبي بهاج الى كلبي. قالوا بهاج شلنا وحملنا، كان نبي بهاج الى كلبي. والاجتماع انا هنا ادخل، قلت اغراضي وينها؟ قال اغراضك اي كلين التنظيف، كان وقتها التنظيف. وكان عندي يا ولدي وشني اظني توقيع حق شو اسمه دي الشهاده حقت الاعلانات اللي تسمح لك انك تعلن. جاني السماح وانا في الامارات دار زايد وانا كنت هناك، وقالوا لازمك تجي توقع لكن وتيقى ذي ترهجتك. اي الله ما ذوق. قلت خلاص بجيكم. ويوم جيت قالوا تعال 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 اخذ خذ اعلانك معك. قلت يلا. هو انا تهرجني المديره هناك قالت مادي انت ما ادري ويش انت تهد علي سكريه مره مره. اشهد لله انها عمليه. انت نرسل لك على الواتس ما ترد وانت وانت. قلت والله يجعل ربي يطول عمرك. انا والله اربع قدرس انا ذي الحين وانا اروح قد جعلك الرياح اروح لاجتماع انا يبونك. قلت امشي وادخل اسلم على الرجال احب بهاج الله حيك كيف الحال اسلم عليه واخذ كيف والله بهاج اللي في نفسه اللي في البث هذا انت. قلت لا شبيه يبله انا الله يحليلك غير معي صقر في السياره ادق عليه يجي حضر معنا الاجتماع. قال من هو؟ قلت مسعود شعفو. قالوا نعم معروف ابو سالم. قلت صقر خليه حضر معنا الاجتماع وكذا يعني ان كان به شيء ولا شيء لقمته هو صاحبه بالنصيبه. قال لا خليه يجي مرحبا ومسا. ابو سالم تعال ابشر بالخير. قال وش العلم؟ قلت يا رجال ما ادري غير تعال هنا في كيك تم بتقاسم انا وياك تعال ومجلس انا وابو سالم هم اجتماع رجيل وسوق المجتمع الخطه مدري ويش عندك اضافه استاذ بهاج. يقول نعم صحيح الكلام هذا صحيح. وانا قال كذا تكي على الكرسي موافق. كنت موافق اشهد لله اشهد الله علي يلا يجي اللي يجي معنا دون ميعاد ابي اخلص. انا اقول في خاطري احنا مطولين النيه وانا متكي كذا. استاذ بهاج عندك؟ اقول له والله الفكره ناجحه يعني انت موافق. قلت اي بالله موافق شدني موافق. قال العقد حقك واخذ العقد. قال ما تقرا. قلت يا رجال انتم ما هو جايين منكم الا كل علم طيب. يشهد اضحك الرجال علي بيني ابي اخلص ابي اروح الف لا 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 على ابن شعبون نهايه يعني مسعود ونوقع. يشهد الله شهاده حق اني ما قريته. وصل مره يجي شوي اثر هو عقدي عقد يجلس معهم وعقد يجلس عقديني عقد يجلس معي وعقد معهم. ابو محمد خلاه على الطاوله اركب الجيب واروح شو الا استاذي المدير ذا ان عقدك موجود ترجع اخذه. اقرا طبعا احنا ندخل مع جامعه جوجل ما بيجبرنا اظنها جامعه نوره ما ادري وشني بس انك يجبرنا ندخل مع جامعه. انا قدني في وسط الجامعه من عند الدوار باقي ادور وارجع للشركه. شدني ما جيت شدني ما جيتكم ايه هي جامعه نوره ما ادري هي جامعه هي ايه عيني اوكي ترسل ارجع اسمع نفسي ما اشوف والله انا اهم شيء من هو ناصر العوده اخ وزيد وش احب الرجال ذاك ودي ينفعه ودي يسره ودي اني شاعر اكتب فيه معلقات انت يا العوده ذا البقمي والله سبعة انعام عليكم الله وامانه يا ريجي يا قبل ست سنين ما ادري خمس سنين اني تحلمت بالرجال ذا من كثر احبه ترى كنت احبه يا ولد كنت أتابعه من يوم كان تربة تراه كان فقري تراه كان فقري كان في مزرعة وغنم أذكرها
أذل من العود هذا. إذا جاء بيهد علي دقيت على فرحان الشلوي. يا فرحان كلي لبيك كنت الشلاوة وأكل بكسرة وربع وبالحارث حنا وياهم شيء واحد يعني كذا. ولا حنا تروبة أقرب يعني بسميه أنا كذا. هو كفيلي فرحان الشلوي فرحان يكثر وما يكفل فرحان. العود ها قال شيء؟ قال لا ما قال شيء. قلت له مع السلامة. قلت له وروح تبجع يرسلوا لي قالوا تعال نبي في الشركة. قلت يلا جايكم. وأقوم كنت في الرياض وأقوم أشغل جوجل ماب لأنه يبعد مني يمكن 16 دقيقة صبح تبروح ماني معين العودة. وانتق وأطلع فوق وأسولف أنا وياهم شوي يعلموني بعلوم الشركة كلها يوت الشركة كلها كلهم أخوياي والله ما أعرف ناسي يوم بيوم واحد عتيبي الموظف يحبني شدني يحبني لا جيت قلبها استكاجس هو مكتب صغير كذا ايش تهرج اسولف معه شوي العلم كاتب يسار اسولف انا وياهم كلهم اخوياي بس ما اعرف اسمهم بابا اسولف انا وياهم اخذ فنجان قهوه ذاك الليل عجل يناديني العتيبي تعال 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 عتيبي مو مشهور مو مشهور اجلس اجلس قلت انا عجل والله بروح قال لا يا رجال ما انت بعجل تعالنا فيها كرسي مساج قلت في ذمتك قال لي والله اللي فيه كرسي قول عن شكله الكرسي ذاك اروح انا لا رحت لناصر العودة اول ما اروح كذا اسلم عليهم كل ما كلم لي يمين يقول عطني شاي وانستح شير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 ي
قلت ليه؟ قال هم دقوا عليك باج، هم دقوا عليك ابوك. انا ما ادري ليه هم مبسوك، هم ما انا ما ادري ايش لاقين فيك. صدق مدري علي ربي ترى، والله الله اللي يدري علي ترى. ولا انا منستح كذا في الكرسي المساعد كذا، سوف انا عزوز، انا وابو عزوز ارحم شلو، واخذ الغراب وادلها وانزل مع الاسانسير واجيك عادي امشي 5000 يوم قدر مع السيب خلاص بتعدى. الا ذا العود جاي ارح غدت عشري تمام شدنا هيك حيلة. انا ما عاد ادري وايش اسوي، مستحي من الرجال ولا به عاتبني وارحب ملايين، وين اللي ما يسير وين اللي ما يجي. قلت الله يوفقك. قوم تروح، قلت والله بكره ما تروح انت ارجع نشرب فنجان قهوه في المكتب. قلت اطلع معه، يلا حي ابو محمد وشلونك عساك طيب، انا بسولف شهد علي الله وبسأل عنها في يوم الأضل الأضل. المهم أنا يا الربع بعلمكم بالصد، أنا رجال النا رجال بعلمكم بالصد الصد زنقة. أنا رجال ترى والله العظيم إني أحب الريجي وعندي قناعة كذا، ما أحب عندي قناعة إن رزق عند الله، الرزق عند الله. ماني بحاسد فلان واللي بمهمل فلان واللي بقول يا فلان يا لبيك عشان يعطيني، لا الشرب على يدين الريجي الهماج. انا رجالي ولد بعيش يا اخوي، بعيش في ولد الرزق عند الله، ومستحي من الريجي. وانا رجال بعلمكم بالصدق، انا رجال ترى طير، عرفت الطير أبي أروح من حيث ما بي، و إن جاء في مخباي 5000 إن جاء في مخباي والله يا ريجني إن جاء في مخباي 5000 قنوع أقسمها كذا في رأسي، أقسمها البيت يحتاج كذا، البيت مو بيتنا يمكن 500 ريال تكفي شهر، ما في صرفية، ما عندنا ذيك الصرفية اللي أنت تقول إنها واجد، ما عندنا. الحلال راتب العامل 1500 خلاص، الطعام الحلال خلاص اقسمه، جت في مخباي حق بنزيني بلقاه يا حبيبي روح خلاص. لا جاني اعلان، قالوا اعلان يا رجال بنجيه، لا قالوا الحاجة بنجيه، معينن حق يعني اسبوع قدام معينن عيشتي. قلت له
وهذا خطأ. قنوع قنوع بشكل ما تتصورونه. وتلا دريت اني جرت على الريجي، واللي يجر على الريجي ترى ما هو برجال. انت لا شفت انك محبوب ورجال يودوا لك الريجيل، معطينك وجههم الريجيل، خلك رجال. فسولف انا ولا العوده جعله يسلم وانتو. فسولف معه، فجيت قلت يا ابو عويض العلم سلامه، قال ابشر بالسعد، ايش تبي؟ قلت السفاير بانه فرق، ابيك تفصلني. قال عقب يشهد الله علي، عقب ليه افصلك؟ قلت يا اخوي انا رجال، انت رجال كفو وانا رجال مبزوط، يشهد الله علي بسأل عن هذه. قال كيف افصلك انت صاحي؟ قلت يا اخوي انا رجال مبزوط ولا لي بثقه، ودائما تبلت سبود المديره هنا يتهد علي، ويا ولد والله العظيم اني ابيك تفكني، والله العظيم انه من حبك ومن ذا ابيك تفكني يا ولد، ابي اروح في حالي. قال ليه؟ وش تبي يا ابو محمد؟ قصدك انك ما تعلن عند ناس غيرنا؟ الله يجعل ربي يرزق ذا الوجه اللي يجيك يبي اعلان. اعلن اعلن اعلن، خذ راحتك اللي تبيه اعلن، ترصح. وشنه ان كنت مع شركه اعلانات خلاص انت معها، ما تعلن مع غيرهم. هرجع وش قال؟ قال مادي اعلن مع غيري، بس ترجع لي قبل كل شيء، ورني وش علوم الرجال اللي بتعلن له ما ادري ويش. قلت لا 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 افصلني. قال ما نفاصلك الا ان كان مضيقين عليك في شيء ولا حد مزعلك في الشركه، علمني ليه تبي نفصل. قلت يا اخوي انا مستحي منك، مستحي منك، ولا ودي انك اجي في موقف ما هو بزين، وانت يا ابو عويض ظلك يظلل، ولا ودي اجي معك الا بالزينه. قال على خشمي افصلك، تعال بسالك اسئله، اذا انجزتها إذا أنجزتها تراني بعطيك عقدك ذا الحين، والله يستر عليك. قلت أسلم إيه والله بجاوب، وش الأسئلة؟ قال ذا الحين كيف تعرف الرقم الضريبي حق التصريح حقك؟ لجاك واحد يبي يعلن عندك، كيف تطلع الضريبة وكيف تطلع حقك؟ ولا كل الفلوس في مخباك؟ قلت له كل الفلوس في مخباك، وش عرفني أنا؟ قال لي يا ابو محمد انت صاحي ولا منتي؟ انت تدري ان فيه قسمه وفيه توزيعه وفيه شغل، وين قاعدي على كيفك الدعوه يا ابو محمد؟ انا معك لاجل احميك انت بس. لجاك واحد قال يا ولد ابيك تعلن لي وبعطيك 50,000، بس ترى ما عندي محل، بس حط رقمي الواتس وانا اسوي كذا واسوي كذا. قلت يا زينه هذا عسل، ذا اعلن له وخليه يروح. قال بالله لو الرجال مثلا انه برا السعوديه كل فلوس الناس، قال من اللي مسؤول عنه انت؟ قلت الله واحد. قال هذه عندي يا ابو محمد، انا والله ما ابي منك شيء. شوفوا يا ريج، مو بحاجتي، رجال مالك شركه، رجال تحته 200 موظف، صحيح انتو أعظم فعاليات في المملكة هو يستلمها، رجل شغال الله يجعل ربي يرزقه، في حاجتي أنا، هو في حاجتي، وش يبي مني؟ قال روح يا بهاجلك لبي، أنا ما أبي منك شيء، بس أنا أذل عليك أنت، أنا أحبك في الله ولا بي الحقيقة مضرة. قلت أنا مش أسوي بك يا ناصر، أنا كيف أجزك؟ أنا ملوس أجازيك، ولأني في الباطن، في ديرتن حتى البقالة ما يف فيها. سلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال وش حال أبو محمد؟ قلت لبيك يا ناصر. قال أنت توتكت سناب؟ قلت ليه؟ قال أنا أسألك رد علي. قلت له والله ما توتكت. قال ليه باجي أكل بما يتوتك في السناب. الله يسترك يروح يا رجل. اللي جايتني رسالة من الواتساب من الشركة، سلام. قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معك شركة سناب شات. قلت ابن سعد سناب شات ابو محمد ابوه. قال اعطنا الايميل حقك. قلت الايميل حقي العلم شنو؟ اي ذا فاغي اروح الفلاح. قلت فلاح التولي الايميل وينه؟ قال انت صاحي وش ايميلك؟
ارسلت له الو ما عاد رد علي الرجل. اروح يمكن 5 شهور 4 شهور لاني في جده اتمشى شوي، اللي يرسل لي مدير السناب شات، مدير السناب شات مبروك يا بهاج والله انك تستاهل كل خير. فاضرب بعيني قال علي، قلت له يجي علي دامنه كل عمرك دام مدير السناب شات، قلت الله واحد ذا هو وانا يقول مهدي احمد رحيم من عمرك ذا ضايفك، قلت له ابن سعد والله لطيفه لطيفه يرسل لي الف مبروك، قلت الله يبارك فيك ما ادري ايش يبارك لي، واحط الجوال بمخباي وتقهوينا طلعنا قد يلا حل العيال يتعدون ياو الله واحد الله واحد. قلت شو قلت ودك حسب ما قلب، لاني شفت مرتين في مصممين حطوا لي شفتها في التويتر او في التيك توك حاطين نجمه، اقول وامسحها كذا امسح الشاشه اقول بقى كذا انت شيط ذيك تحرك لا والله النجمه موجوده ساعم فيها ناصر العود هو اللي ساعه النجمه اللي انت وثقتها. يا مال الله المعلى يا ابو عويض تستاهل والله اللي يستاهل والله العوده شدنه يستاهل. طيب صور سام الأحرار ما يجعلهم مثل المماليك إلا ما عرف الرجال في بعضه. هذا والله العظيم اللي يحس إنك يا ولد ما أدري شو تسوي به، حرام ما أدري شو تسوي به. الله يبي وجهه يا مال بيضت الوجه صد اشهد الله انه يستاهل. والله انه وافي ذكر الحياه والطيبين يبين فيه يعني فيه ناس افتح الاعلانات بين السنابات ما عرفتها عندي يجيك مكتوب الكريستال الأحجار الكريمة والكريم الله سبحانه أدخل عليها يحط لي مدري ويش يحط لي ولا ضروري والله منها دراهم، هذه منها دراهم. عشان كذا أنا وش بسوي كيف ما عرفت أنت مو بلزوم تعرفين أنت والله لا عندي سناب ولا عندي سنجمة وأنت بتسنن بي حتى ذي المجوهرات تبين تعرفينها قرة بعتس كلش تبين تعرفينه كلش كل الحشرية وصلت فيس إن حتى تبين تدخلين في الأحجار ذي اللي في السناب شات وانتي ما نس فيها لا ناقة ولا بعير ولا شاه حتى دجاجة ما نس فيها بس تبين تشوفين وش غني حسب كم يظهر بهاج لك ولي دراهم كم يظهر بهاج بين السنابات خلني تحسبين ورانا بلالة تقولين ستطلبيني ولا أبوس يطلبني ما علي دين ترى الحمد لله يلا من فضلك حتى الحمد لله ما عاد عندنا بقالة في الديرة لو ان فيه بقالة كان يطلبني بس ما حتى بقالة ما تطلبني تحبين تعينين في كلش سبحان من خلقس الله اللي خلقس يعني الله اللي بصور ده جاني الإعلانات بين السنابات تلقان فلوس في كل ديرة يسأل علي بعد يحدني يقول أنا في بيش إحنا حدني أنا ولد فلان الفلاني قلت بالعافية والله وعافية ربي أدري إنك ولد فلان الفلاني والله أبوك معه دراهم غير والله الدراهم ذي لا عطت لها مسكين ولا خرجت مسجين ولا إحنا أبوك أبوك نص ابني سعد في السجن مسبت بوك موقف خدماته أنا ولد فلان الفلاني وتراب ولد فلان الفلاني وش سرني به أبوك وش سرني به أبوك سجن الجماعة أنا قلت بس أنا ولد فلان الفلاني يوم قال هيك بيه قلت
جعل ربي يخليك ابوك وعنك انك ما تعبت في حياتك. بس انا ان شاء الله انا اوعد ويرعاني اني لا اخليهم يروسوا ان شاء الله. لا خليهم بانا اوعدكم وعد يا ورعان المستقبليين، لا خلي ورعان الجماعه يقولون ايه ما تعبتوا فيها، عينتوا ابوكم حطها قدامكم راهيه. هذه يعني انا ابوعد ورعاني فيها، خليهم ورعان الديره ما تعبتوا زينها لكم حياه ابوكم جعله الجنه. بمهد الورعاني بس اخاف انهم ما يدعون لي الله يلعنهم. ما شاء الله يعني في ناس يعني اعرفهم انا هنا شيبانهم مهدوا لهم تاجر ابن 66 تاجر، انت ابن 66 ورث يا ابن الكلب، ولا تعبت في دنياي. والله تعب جدك وابوك، جدك وابوك تعبوا، انت ما تعبت يا زغدي، انت تعبت بس في الهمبرجر والرز واللح والمرقه تعبت فيها، اما باقي ما تعبت. والله بدها جاهز كذا، فانا قررت اني انا اريح ان شاء الله يعني، ورعاني بخليهم مرتاحين يعني كذا، عشان والله بابا ارث لنا ام حاق ورعي لي يقول بابا، والله انا الطم على وجه. والله والله صدق عيال، والله العظيم مزاج سبع انا واحد يعني اخذ طاقه، والله العظيم التجاره متعبه. قلت والله المتعب كف من يمينك، كف من الرز والدجاج واللحم هو المتعب. خريط وش تعبت فيه؟ والله وش تعبت فيه؟ ليه ما تقول انا مرضت؟ عايد يا يعني هذا يعني انا يعني صدق يعني انا وردت من حياه ابوي حلال يمكن هو باجد 30 عيش 25 وكابرس وسفاري وبيت واراضي بدون صكوك اخبرت عليهم يعني يمكن يجيهم يزال هذا الحين. بس يعني ما سفاري وشو بترول نيسان هذا اللي انا وردته يعني. بس انا يعني باذن الله ذا الحين يعني ان شاء الله يعني ورعاني قد يعني امنت الورثه وضبطتهم. عندي ثلاث اراضي فاما بنعمه ربك فحدث، عندي ثلاث اراضي في الملقى في الرياض، وعندي ارضين في بيشه قدام المطار هل بيشه عرفها، وعندي يعني أرضين في ديراب، ويعني حتى الهرب أسهم يعني أمنت المستقبل إن شاء الله. الله يسعدك اللهم في ذمتك. وبراند اخو زي نسيت الحقيقي، جبت الكذبي ونسيت الحقيقي، خيال على بس والبراند اي والله والله هني يقول رابع في هذا الحين المراجل تحضر وتغيب ترى. نسيت الحقيقي، جبت الكذاب ونسيت الحقيقي. قطعة قطعة وش قطعة وش أرض بلوكة قصدك من غلاك.
البلوكر قصدك؟ لا لا، انا عندي تصر قل دبره والله يا ري. انا عندي قل دبره. ما يا الربع يا ري جيل، عندي قل دبره ملعون جدا. تحسوني ارضخ قين. لا مو قين، انا بنساعد ونعم والله، بس لا يعني ما عندي، اعيش يومي بس. زين هم حق سنة. ليك نشت من ذا هو يعني هم بارك هذا الله يبارك لكم ما سعيتوا فيه. يا ما قصرت تضرب على الحامي، شكل ما فيه اللي من الربع ذا يعرفوني، دونهم يعرفوني شنو علي حمله. وش معك فيها؟ والله ما معي فيها شيء. والله ولدي انا قاعد ارمي من بعيد وانتم ملعين. اعرفكم ما فيكم واحد عنياته، كلكم خبثان ملعين حروث. خيال البسط. ايه والله بعض من الكعكع ما يدري هو فيه ولا في الخشب. كركر بس، واذا كركر ها ها عارف العين هذه زي كذا. كركر شاء الله كل براق تسجين فيه مخضار والخساير فيه اسمه عندنا فيها، بس ما بقى معي كود نظارة طيحت وحدة من هذويا. يا ولد عينت لي مقطع مرسله لي سالم ولد عمي، مرسله لي في الواتس واحد يقول الله بهاج الأكلبي اللي تميلح. لا من هو طقعان ذا؟ أبيه طقعان ذا، من هو؟ ضروري ذا أني ألقاك. ضروري والله. من هو يا ريجيل؟ بغيت اخم الكرة واخطيه لو اني انا وانه ما انا بصحبه. بغيت انزلها مع وادي انا يمشي 5000. هذا انا ما عندي كريميني، انا اجيك كذا دايركت اجودك. لا اشمت بك العاف، بس طلع يعني طلعت انا غلطان. بغيت اركب بدون عنان، بغيت اهجب، بغيت اجيك محاول كذا انزل نزول اضطراري. والله لين بعض الرجال لا جهنيه قدام الناس، والله صدق لا جه قدام الناس هنا وقام يعطيها سكرت. انا احب السكرت، السكرت ذا الزحيف ذا احبه. لا جهنه قدام المسوين قال
يحاول ينشب لي انا، لا قلت شيء قالوا ايش بهاج كيف يتشعب على راسي ام لا. ويوم اصطكت الصفوف هم حاضر بهاج في مكان فيه مشاهير جايين فيه، وجيت انا عليه الحرام انهم يقلبون حصانيه، والله انهم يقلبون حصانيه مثل شفتوا شو اسمه، شفتوا بعض المطايا لجها وجع يكون هذا ذنيها، تقول ذنيها كذا تقول مطايا عليكم الله وامانه يا ريجيل، انها لا تزاحم تصفوه متزاحم الريجيل انطحت العين في العين على حرام هم يقربون مطايا، يقول بدني وعاين تخيل البل وانا اخوخ زيل جاييني، قلت انتوا اللي تكلمون فيني وتقولون بهاي الحين جاي تسلم علي وتعزمني تحس بني ضعيف مثل غيري، لا عزمت له لباك وقال يا لبيك ويا سعديك قلبك قلبك، لأن معي شيخ وقتها كان معي شيخ من شيوخ يوم هو سلم عليه ويجيني ذا يا لبيك شلون ابو محمد كحيكل السلام اللي لله بعطك اياه غيرها، قال بعشيك ولا قلت تعشيني انا ماني بكفو يا ولد انا ارخمه، كيف تعشيني وانا ارخمه؟ ما تقول اول الزمان اني انا ارخمه، حرك حرك كل وجهك انقلع. لا معي الرجال ذا يزيد ابشر بسعدك يا ولد شو العلم؟ قلت له والله ما به علم ولا به غيره. في عالم ذي مختلفه، ولد كنا الرجال يجي له بوجه مبين. خلك رجال نحن بوذا العين. لا جيت تبي تعزم عزم لك رجال كفو، انت بتقول اني انا ماني بكفو. انت تقول انا ماني بكفو، صح؟ طيب كيف تجي تعزمني دحين؟ ليش تعزمني؟ يا اخي ليش؟ ليه انت ليه يا رجيل؟ لازم انك تكون يا ترى كل شيء زايد، كل شيء ترى زايد والله العظيم اقسم بالله كل شيء يزول، كل شيء يزول ترى ما يبقى الا مرجلتك. وش لا يعني وش بتديم له يا بهاج؟ وش بتقعد يعني بهاي بتقعد مشهورين تموت؟ انت قاعد مشهورين تموت والله ما يبقى لك شيء، ما يبقى لك ذاكرت يعني كلامك الطيب مع الرجيل، فعلك الطيب مع الرجيل، وقفاتك مع الرجيل، هذه اللي تبقى والله العظيم. والله وش الرجال بلا مكارم واخلاق وشنو؟ رجال بدون مكارم بدون اخلاق وشنو؟ احنا مو كنت حاطه امس شمته، ما عندنا سالفه، ما عندنا شيء، ما عند جدتي ليه قدام الناس؟ يوم تلقيت انا وياك ترحب بي وتعزمني، احنا مو كنت بعد يا ولد العالم ما تستحي، انت ما تستحي ولا وش علم امك انت؟ الله يلعنك ويلعن يوم جيتني فيه. سالفه جدارك السبعه ايش تبي؟ ما هي بكذا يا ولد، الرجيل لها عرف، الرجيل يعني الرجيل لها عرف، كل ما حد معصوم من الغلط، انت ما انت معصوم من الغلط، بس يا ولد انت رجال صح، احنا ابوك انت كبير الله يلعنك، انت يعني تحسفت على كلامك، جل من لي اختي كلنا اختي، يا ولد بقدم على الرجيل بدف رجيل صلح انت صالح وبشره بالحق وما يلحق، حقه نعود على عزمي، احنا ابوك انت سابني امس، امس انت سابني، امس سابني، اليوم الثاني جاء يعني انا ما يعني انا ما فيني احساس، يعني انا ما فيني احساس، ما فيني لا احساس ولا لا جاي وارحب كيف حالك حياك الله، اللي بيني وبينك سلام يعني السلام. شوف لو صار اللي صار، وجهه نظر لي انا، وجهه نظر عندي انا، شوف انه لو صار اللي ما صار، اللي ما تجاه الله سبحانه بده السلام، مو بلك يا بهج، السلام لله سبحانه، السلام لله سبحانه. انا بسلم شيخ، سلم علي تعزمني والله العظيم، والله لا للسحة والتقدير، والله لا للسحة يا اخوي، احنا دون وجهنا، احنا دون وجهنا، انا دون وجهي ترى، والله لا للسحة، والله لا للسحة والتقدير منكم، نرفع جوال طق حيا الله فلان، لو نصد زدور إثارة الجدل، اعزم اعزم يا فلان اعزم
اعزم اعزم يلا. ما تعزم والله لا اطلعك بالشكل البايخ، بس انا يعني ما ودي اني اطلعك بالشكل البايخ. خلاص انا بمشيها، توكل على توكل كذا يعني، ما والله ما طولت احد، توكل على الله يستر عليك وانا جايك. مع السلامه. انت رحت في حالك وانا رحت في حالي. يا عيال انا واقف واقف جالس يعني، شوف احنا تعبنا من ذا الاعلام، تعبنا تعبنا تعبنا. شوف انا بقول شيء اصعب، شوف الرجال المشهور اللي بيقعد يعاين من الناس ترى يتعب 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 يتعب، تتعب تعمل عنوان دين، تتعب. خليك رجال، اعرف وش تقدم، اعرف وش تسوي، معك في الناس، الناس والله العظيم لو تفرش لهم تسوي كذا. انا جالس متكي، انت متكي، انا جالس يعني، انت مار. السلام لي انا، السلام لي انا ولا اللي مار؟ لا اللي مار هو اللي يسلم على الناس. فانا جالس يشطفني يمين يسار ما سلم علي، يسلم يخص الرجل بالسلام وانا جالس يعني ما يبي يسلم علي. مجازك يعني، مجازك انت تسلم على اليمين وتسلم على اليسار شلون كبهات يعني؟ ما قلت له انا يعني بجلس ما عندي مشكله. جلسنا شوي، انا متكي والله ما دريت انا عايشه هي حيه ولا ميته. شوي قالوا تعالوا يعني، والله انكم تلعب يا بهاجه، والله انكم تلعب، كم تلعب العب. شوي جاني ارحب بهاجه الله حيه منور، وانا عايم ذي كذا تهز جوالك اكس. انا جنبي احمد الحيم يبكي يبكي يبكي، هو فلان خربت ام المحتوى. يوم جاء الجوال عندي قال ارحب يا بهاج منور يا شيخ، قلت لك نزل جوالك ورع، نزل جوالك، نزل جوال. قال ايش فيك؟ قلت كيف ايش فيك؟ انت تعرض علي يمين يسار ما سلمت علي دري، تحين تصورني؟ خلاص تصورني يا اخوي، مجاز يا اخوي، انا ما بقول تصورني غصب تصورني. احنا نلعب وقت احمد رحيم حي ما مات سلم، طاح احمد رحيم. تعرف ايش معنى كلمه طاح؟ يا بهيمه الناس عيون فينا الله يلعن. احمد رحيم من النوع اللي اضحك ما عاد يسكت، ما يسكت ما يسكت يعني، مثل سلطان الحميلي، مسعود قد صار لي محمد مواقف نضحك ونسوي حسين الوايلي، كلب حسين الله يقطعه، نضحك. احمد رحيم طاح، يا حمار الشيباني عينون فينا الله يلعنك. احمد رحيم ادق احمد رحيم قال باجي انا ما اتحمل، طل والله واقسم بالله قلت اكفي احمد طلعني انا ما اتحمل اني اجلس، اطلع برا ونضحك ونضحك. قال والله لعشيك اليوم على حسابي، يعني الحركه ذي عجبتك؟ قال عجبتني والله لعشيك على حسابي رزتو تعتمدها والله كل يوم اسويها لك ابو رحيم، بس تكفى يعني عشك والله لعشك على حساب. انا ويتك وعد. خلاص بعضهم الرجال هذا ليه صورني؟ تقول ليه؟ عشان في تويتر قال فلان صور فلان علي الحرام انهم مراهقين يعني، عذرهم معهم اطفال، هم اطفال يعني، هذول اللي يقولوا الكلام ذولا اطفال مراهقين. انت شو عذرك؟ انت لا انت مراهق ولا انت بصغير، انت كبير، انت طوب، انت اطول من النخله، انت مبت عند اهلك، انت كبير مره، انت كبير، انت ما عدت طوب، انت تعديت العمر 30 سنه، انت كبير مره، انت وش العذر اللي اعطيك اياه؟ وش طراك؟ اعطيك طراك تمشي سيده. والله هذولاك اللي هنمس ذا اللي قنقن في تويتر ذا القنقوني، انت انا ماني برايق لك، انا عندي حياه يا اخو، والله المبزره دي انا محتاجها. فلان كان ممكن اقسم بالله يعني واضح اصلا، اصلا انت ردك عليه، حتى انت لو رديت عليه يا اخوان ما تردون على ذولا، انت قس على نفسك يا اخي، اي قس على نفسك انك انت الحين جالس تشوفه تقول انت ليه ما سويته؟ ليش؟ يعني انت كبير يا اخي، يعني احنا يوم كنا صغار ما كنا نسوي اشياء تافهه، بس ما كنا نسويها في الجوال. ليش؟ انت ما كان وقتها معنا جوال، لو معنا جوال سوينا نفسه يعني، وانت ورع ما كنت تسوي اشياء تافهه؟ هلا كنا نسوي اشياء تافهه، بس وقتها يعني ما كنا يعني تفكيرنا في قناه وفي مشهور
لو معك جوال وانت صغير يمكن تسويها. حايتي ورعان يا اخي مبزره. في العتب على من؟ العتب على الكبير. العتب عليك انت اذا رديت اذا حطيت غلط انك والله العب يا اخي. في حسابات معروفه. في حسابات معروفه. المشكله وش هي؟ تدري انت وش المشكله؟ المشكله جمهور الواقع. جمهور الواقع بشكل عام جمهور الواقع بشكل عام ترى جمهور جمهور نظيف ويحسب ان المتسابق ستيس. والله يحسب ان ستيس يحسب ان مطوع. لا الطوع ترى انا. والله طعنه يا الله فلان دخل مع البنت. طيب ولا تراب تراب في فلان انا ايش دخلني فيه؟ جمهور الواقع ترى محافظ جمهور يعني. يا الله يا الله وش فيه وش فيه يا الله يا للهول وش فيه. وجوك ذا ويعادي وذيك تعجب منه. يا الله هو واحد يقول يا الله بالبقين يعدون يا الله لا 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 وش فيه. وذاك تصيح من هنا وذي تصيح من هنا وش ذي تصيح من هذي تصيح من هنا وذي وش فيه بهاجم شغل خان يا صياح. وذول يتعادون المشكلة هم يتعادون واحدة لابسة سماعة مشغل خالد عبد الرحمن. يا الله مشغل أغاني يا ربي وش غلبني بعيون النعسانة. طيب التصميم هذي احنا بس انت مصممها حاطة بهاج ماسك شيء ذي كذا وين راحت دي؟ يا الله وهذيك مكملة ويتعاد يا الله الله لي لا تجعلوا من حمقى مشاهير. وهي تصمم هي تصمم هي تعدي هي وقتها تعدي وتصمم. يا الله هي تصمم تطلع شو تطلع شاي تروح تويتر تقول يا الله فيس يبكي وترجع تصممي تجربني بعيون النع. والله ذولك يعدون وذولا يعدون وذولا يعدون وذولا يعدون المسكين منهم هنا أنتم حرامية. المسكين منهم المشهور المشهور هو اللي هو اللي يا واحد سابدي واحد هو اللي رايح بيها هو اللي ما عاد يدري وش يسوي. أنا وش يسوي يا ليل أنا وش يسوي ده حين وش الطريقة اللي أنا أسويها؟ ما دخلت مع بنات نزهت مشاهدات الله يعين على أم الزقاق. طيب ما رحت أنا أبي يمشي مع فلان عشان التصميم وعشان التفاعل الله يلعن يعني ام الزقاق فلان قليل الرابع كيف اسوي؟ طيب انا كيف اعلم الجمهور؟ لو قلت للجمهور تكفون انا هذا قليل الرابع ضعيف مو برجال. بس اذا قلت انا قدام الناس مو برجال قالوا اني حسود انا ايش اسوي؟ مسكين يتورط. والله كنت جاي واحد كلمني والله العظيم وبئت بنا الله وبسال عنها في يوم الاظل الا ظل قال انا احبك. قلت جعل ربي يحبك والله ما تحب الا من يحبك. قال يا بهاج تكفي يا بهاج. قلت يا اخوي ايش يصيبك؟ حمك بشر بالسعد اللي في يدي لك الله يلعن ابليسك. قال ابيك انت وينك؟ قلت انا في الرياض. قال بيجي. قلت مرحبا بك تعال. جاوب جاسمين كيف الحال طيب؟ يا ولد تكفى يا ولد. قلت ابشر بالسعد ما عندي مشكله انا اللي تبي ابشر اللي تبي مني ابشر نشر سناب تبي على ذا الخشب وش تبي بس وانا جاهز واللي تبي. قال يا ولد انا ابي مدري ويش وش تبي؟ قال علمني انا وش اسوي. قلت يعني كيف؟ يعني كيف يعني وش تسوي؟ قال انا عاقبوني الناس. قلت يا عيال حزنت انا اشهد بالله شهادة حق اني حزنت. طلع من الرجال وش؟ الرجال بارك تنسبت من الجمهور وضعيف ما يبي خسر ولا 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 يدري كيف يروح ولا يدري. قلت انت يا حبيبي وش فيك؟ وش الطريق يعني عند وش تبي مني؟ قال يا محمد شوف الناس وش قالوا والناس وش قالوا والناس وش قالوا وفلان وما ادري انا يا محمد ايش اسوي؟ ابي يعني ابي اغير جروب الدعم. كيف تغير جروب الدعم؟ يا وش سالتكم جروب الدعم؟ خطا خطا يا عيال. يا ولد جروب الدعم مو يعني
عقبك وكل بالتحمب عقبك ما بزوجتك هي ما بزوجتك وكس يا اخي ابي ابي يا اخي يقول بالتحمب يروحون جروب الدعم بيطلعون الرجال ام حسن خلوني يشجعوا فلان طيب خلوا يروحوا يشجعوا فلان اخوك زي صد احنا ابوك وش تسوي بك انا؟ عندك جروب دعم اقولكم شيء واللي حلل النعمه هذه ورب المصحف انها اكثر من 20 رجال جاني قلت جمهورك خلي يسوي لي جروب دعم قلت عيب عيب والله ما بيني وبين جروب الدعم تواصل عبك تصاحي عبك فيك شيء انت الله يلعن بليسك مريض انت اقول من بنت خلق الله سووا جروب لفلان عبك تصاحي جو لك الرياح الله ينبقى يوم قال كيف جبتوه؟ قال مسعود انا استاذن باجي عني في السياره تحت الله يسجينا طيب ايش الطريقه ذا الحين؟ قال انا بروح معك يا للسك هذا والله البلشه يا ولد انا ايش اسوي بك؟ انا ايش اسوي يعني وش الطريقه الصحيحه؟ قال جيب لي فريق دعم جيب لي فريق دعم فريق دعم حط لي فريق دعم يا ترى كيف حط لك فريق دعم؟ كم فريق دعم مين؟ راحوا خلوني طيب ايش المشكله اذا راح فريق دعم وخلوك؟ ما يا عيال ترى يا عيال يا اخي فريق الدعم ما له دخل ابدا ما ابدا فرق الدعم ما له دخل من يعني ما ترى يدعمونك عشان يحبونك والله اني صادق والله العظيم اني احبه ترى وش يساعد في البرنامج وش يساعد لي عليكم الله وامانه واللي حلل النعمه يا ريجي ان دخلت وطلعت ما كان بيني وبين فريق الدعم تواصل المفروض ان فريق دعمي كان المفروض انه يصوت ضدي كانوا يجيبون فعاليات يحطونها عند محمد عيسى ويجيب محمد عيسى انا راكب بهاج عندك فعاليه اليوم اقول اجلوها حطوها عبد الله الشليب الولد هذا كويس هو يعني كويس والله كويس انا مش كويس جاني زياد الشيري قال تعب قلت لبي قال ما شاء الله تبارك الرحمن انت جاك عرض قلت عرض وش؟ قال من شركة 361 قلت شنو شركة 361؟ قال ناصر الحربي شفت جزماتي هذه قلت اخو صغير كيف كذا؟ اتق الله عيب على وجهك كيف كذا؟ قال يا حمار فلوس قلت في ذمتك قلت والله هذا يبيك يقول ابي بها جلكم قلت يلا حيه تعطيني فلوس فقري مو فقري تحت الفقر كذا يا الله في ذمتك قال والله قلت وش الحين قلت الحين اي شيء تبيه نعطيك قلت وش تعطوني قلت نعطيك حديك قلت تكفى لا تجيب طريقه يضايق موضوعك قال نعطيك فلوس قلت في ذمتك قال والله قلت تكفى ابي تعطون امي وتعطون اخواني وتعطون لا تخلونا يا اخي جروب الدعم هو اللي جايبها قال لا جروب الدعم ما له دخل احنا شركه راعي البرنامج واخترناك قلت تكفى فريق الدعم عطهم قال ورب المصحف قال كيف اعطيهم؟ قلت اكتب بهاجر الكلبي يجي ضفهم ارسل لهم قول انا برا بهاجر الكلبي بعطيكم قال هم كم؟ قلت والله ما ادري دخل كيف طالع قلت اخذ له 7 بنات قلت تكفى انا طالبك عطهم حذي قال كيف؟ قلت تكفى وعيال عمي عطهم جماعه قال ابشر روح راس فريق الدعم قلت ردوا عليك
قال لي ردوا علي، قلت لك اعطهم كل هذه شركه، والله رب اعطاهم، والله اعطاهم وصلهم كل ابوهم. تحليلك الله يجزاك خير ورب المصحف. جاني زياد الشهري قال بهاد ما شاء الله عليك والله ان الشركه كلمتنا، قالوا يا ولد نبي نوقع مع الولد بعد البرنامج الولد جاب مبيعات. قلت في ذمتك؟ قال لي والله. قلت وش السالفه ذي الحين؟ قال انت لك 2700 ريال. قلت وش؟ يضحك ناصر الحربي انا؟ قال لي والله لك 2700. قلت في ذمتك؟ قال لي والله. قلت تكفى يا ولد 2700. قال لي والله 2700. قلت تكفى انا داخل على والدي. قال ايش تبي؟ قلت ابي ادق على جوالي. قال ابشر روح اليمن يعطيك اياه واخذ. يا يوم السلام عليكم كيف الحال شلونك؟ يا لبيك يا امك. قلت يا يوم ابشر سيوم بحول لي 2700. قالت امي يلا يجزاك خير ثلاجتنا خربانه. قلت ابشري بالثلاجه، ابشري بالثلاجه يوم فرح الحين تجيس وارجع. لا قلت ابي الدراهم، ثلاجه امي خربانه. قلت انت صاحي فيك شيء؟ قلت اقسم بالله ثلاجه امي خربانه. امي تقول ثلاجه امي خربانه تكفى افزع. فلوسي من تعطونها؟ قال بتواصل مع فلاح اخوك انا. قلت في ذمتك؟ قال لي والله اساله ناصر الحب. المهم اني رحت ورقدت وجاء اليوم الثاني واروح ادق دق طاط يا ولد العن تخيلهم. يجي محمد عيسى قلت فلوسي ويني؟ قال الله يلعنه يلعن فلوسه. قلت فلوسي ويني؟ فلوسي ويني؟ يجيني عبد السلام الحربي اخو ناصر. قلت وين اخوك؟ قال لي قلت يا ولد فلوسي يلا يجي لي اعطوني فلوسي حقي يا اخو. ايش تبي تشتري لها ثلاجه يا ولد الله يرحم والدنا ووالديكم؟ حطونا حقنا احنا ما نبي الا حقنا. قال يا ولد لا جا ناصر علمتك. اسال ناصر الحربي انا الحين الحين يوم الساعه 10 واروح لهم طا 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 يطلع ناصر الحربي. قال ايش تبي؟ قلت فلوسي. قال فلوسك راح؟ قلت كيف راحت؟ قال عانها مراسل فلاح اخوك في التويتر عانها الفلوس راحت الفلاح اخوك اذل في البرنامج. قلت طيب في لي فلوس ثانيه يعني؟ قال على حسب على حسب كود الخصم حقك. قلت تكفى ابي الشهري. قال اي شهري؟ قلت حق برنامج. قال وش اسمه؟ قلت زياد. قال لي اسمه زياد مو بالشهري. قلت يعني ابي. قال له جاء خلتي ينادي. قلت يلا وتحرر يدي على زغوتي اقول الله يجعل يسكى. لا خلص البرنامج كذا الله يقطع ام الشغله. انا ما ادري حق الايتام وصلهم ولا ما وصلهم. ايش فيه؟ قلت تحرر يخلص بنحاش. قال في ذمتك؟ قلت والله لا نحاش. قلت بنحاش معك؟ قلت لا اجلسوا. انت ما تبغى نحاش معي اللي هو سعد وعبد الله؟ كنت اذل عليهم والله وبيت لان سعد وعبد الله كانوا يحبون البرنامج وانا كنت انا ما فرقت مني لو يطلعوني ما فرقت. اسالوا سعد وعبد الله ورب المصحف اني كنت انحاش وازعل اهد عليهم واقول لا تنحاشون والله ما تنحاشون اجلسوا اللي تبونه بروح اجيب لكم انا بنحاش انتوا لا تنحاشون. وكان يتحسس مني عبد الله سعد يقول يا ولد ذا ما يبينا وانا والله صادق انا بيهم واحب الارض اللي يمشون عليها لكن ما ودي انهم اذل انهم يظهرون هم البرنامج. وانا قايل كذا يوم خلص اركز رجلي واطمر شوي الا ذا قعقولي برا واركب مع قعقولي يقول دز بي يا ولد الاستديو حق حمد الطويل واجي عند حمد الطويل واتكي واقعد الجوال وادق الا ردت امي السلام عليكم. قالت امي وينك؟ التقت علي قلت يا يما الله يطول عمرك هذا جوال العامل. وش علومي يا فلان؟ قلت والله ابشرك علومي اشهد الله علي ابشرك الله يكثر خيرك ولا اخوك حولنا الدراهم قاعدين بهاج وشرينا ثلاجه وشرينا ذبيحه. قلت الله تستاهلين والله والله تستاهلين يوم فلاح الله وش علومك؟ قلت والله ابشر يوم فلاح العلوم زينه يلا من فضلك الله يجعل فيه العافيه. وكم يعني شريت وش بعد؟ قلت والله يمك شرينا ثلاجه الله يرحم والديك وشرينا ذبيحه. قلت الله يرحم والديك يلا يلا مع السلامه وقفت. يا ولد انا وش اسوي؟ وش اسوي؟ وش اسوي؟ فلوسي انا كيف اجيب فلوس ده؟ يا ولد خربها. قلت والله خربها خربها. قلت والله خربها. يا ولد وش اسوي؟ وش اسوي؟ وش اسوي؟ وش اسوي؟
أنا لازم نشوف لي طريقة. تلقى كل لا بهات اللي قاعد تسويه غلط. قلت يا ولد أعطي رقم بلع، أعطي رقم بلع ودق علي. حمد الطويل طالعني كذا. هذا متى يروح؟ قروشته. كل يوم أنا حاشا أروح أتكي من الاستوديو، استوديو ترى قريب جدا يمكن 12 دقيقة. حمد الطويل عايني فيني كذا. سعد الطويل. عيال الطويل كلهم أنا مرة يطالعوا فيني كذا، كذا وش عند؟ فإذا أسوي قهوة أمون. سوي قهوة. سوي قهوة، حمد الطويل أنا بسافر، قلت له تروح قبل أروح الجبيل. اسمع أنت سكر الاستوديو؟ قلت قال ترى هذه قيمتها 250,000. قلت وش؟ قال والله وبيت انبنى على 250,000 الاستوديو هذا مكلفني. بس انت سكر الغوا ذا اللي جيت تروح. سعد الشهر يا الله الثنائيه الغير موفقه. الله يحليلك. اشتقت لك ثنائيتي. المهم جاك الميديا سكر الاستوديو معك والله يستر عليك. قلت عليك ان شاء الله يعني انت بتروح. قال لي والله بروح. كنت زم هذا الاستاذ مبا امشي. قال لا اجلس. قلت لا انا مجلسي كان عشان الجوال. رجعت للبرنامج ورقدت. يوم جلمة الثاني بجينا سيادة الشهري. دريت قلت كحيلان جاء ما عاد في قلبه خللك. قلت كحيلان جاء بروح له. يا ابو سعد بالخير. قال مرحبا بهاج. يا مرحبا ملي. يضمني. قلت ترى التقدير لزياد ولا بلع غيرك. ما في فلوس. قال بهاج والله ما انساه. والله ما أنساه بهاج. قلت لبي كل الشاشة تفتقدك. قلت والله العظيم إنه يعني ما بداني أنا توني جاي ترى. قال لا أنا بيك الشاشة. أنا ما أتحمل أحب أشوفك الشاشة. رفع بي. قلت طيب الكود. قال حرج عليه في الشاشة. أنا بسألك سؤال. أسأل والله ما أنساه. كان معي واحد من العيال بس ما ادري من هو. معي واحد من العيال ياهو سعد. لا الله يسود وجهك. ياهو سعد هو سعد ولا مسعود ما انساه. قلت العيال يقولون بهاج بيطلع ما هو بالبرايم هذا اللي بعده. يقول اخر برايم هو صدق انا بطلع البرنامج فكذا يعني ودي تعلموني عشان عندي أشياء باقي ما قدمتها. قال لا وش يعني في خاطرك؟ قلت ودي أفلم. أبي أفلم. أفلم دامني عاد بطلع. بطلع في هنا يمكن أبرضخ لي واحد يمكن شيء يكسر كاميرا. أبي أفلم. قال ميدي لا البطل ما يموت نهاية الفيلم. قلت كيه؟ قال البطل ما يموت نهاية الفيلم. انقلع. قلت هذا راح يبي الغاز. هذا يبي له شاعر. هذا يبي له شاعر تفصل زياد يعني شكله. قال سعد باج. قلت ها. قال والله انت اطلع. قال حمد الرحيم لا انا اللي بطلع. قلت انا في ذمتك. قال يا والله يا باج انت اطلع. قال حمد الرحيم لا انا اللي بطلع. قلت الحين يعني كيف؟ كيف كذا؟ أنا اللي بطلع. قال أحمد رحيم لا لا أنا اللي بطلع. قلت في ذمتك أبو رحيم. قال باج. قلت ها كاتب الصدق. قلتي قال إبراهيم جاي أنت ولا أنا واحد بيطلع. قلت ليه الله يعنكم ليه؟ ليه أطلع؟ قال بتطلع عشان البرامج الواقعية يظهرون آخر شيء واحد قوي. قلت الله يلعنكم. أسألك بالله يا أبو رحيم. قال لي والله. قلت الله بنشتاق لك. يضحك الله يذكرك بالخير يا أبو راس. يا زين ذيك يا زين ذاك الكرسي وش جاء عليه من سؤال. والله بنفقدك يا أبو رحيم.
والله صادقين قال عبود الشهراني. اي والله يا يجي. اي والله يجينا. قد الراي جاهز اخر راي لاني انا دق بالتكتيبه كذا وجاني زياد شيري قال يلا جاهزين الان بنرجع نفصل. قلت دحين ليه ما تختصر وتقول يا احمد رحيم؟ قال الله عندك معلومات. ابو راس راح راسه كذا والله العظيم اقسم راح وجهه كذا راسه صغير يا ليل. شو رجعت ما ادري ايش فلان فلان فلان. انا بعد ابراهيم يوم اني فيه ابراهيم يوم اني لابس العمامه البابا ذا يوش حزنت يوم قال الوهيبي نراك لاحقا يوش حزنت. كنت بيظهر ترى كنت بيظهر قال كذا واثق انا شغبة شر لا ظهرت في ذا البرنامج كذا خب اظهر بيروح كل حب الوهيبي سلمون علي الرياض كيف كذا غريبة. اليوم جاء ابو ظهير انا مودع الملاعب صار في تحية قد ودعت متسابقين كلهم شوفكم على غير. انا اعتذر يا اخوان يوم انحشت سعد عود الشهراني عود احمد وقفت انا وابو ظهير العيال يطمرون كذا بعيونهم انا اقول كذا لا احد يجيني انا مدك كذا بكل حب انا اتحرى يقول بهاجل اقول بقال ابو ظهير قلت انا يا الله هذا البهاجل يدري عليه ربي يوم يا زين يا زين يوم ضغط شلني سلطان الميلي والله ما انساه انكسر الكرسي شلني سلطان الميلي بعد البراين شلني سلطان الميلي وضرب بي على السرير كركوب انكسر السرير يا بهاج قلت انا يا ولد واكلم نفسي يا ولد وتعشى ذاك الليل العشاء واقول يا ولد سبحان من يدري علينا سبحان من ذرى على سبحان من ذرى عليك يا بهاج خلاص عقب ذاك قدريت انا اني برقص في النهاية 100% سبحان اللي يدري على وادم يا سبحانك يا ربي يوم جذا اخر مرة بهاج عود فلان عود فلان عود سياف مع السلامة الله يسود وجيهكم تلعبون علي يقولون يظهر واحد قوي كيف كذا يعني ما ظهر ابو راس انا ابي ابو راس يظهر انا والعيال كلبونا ترى متحمسين نبي ابو راس بنضحك ضحك والله لو انظهر ابو راس لا ضحك لو موت هيا حرام لو موت خلاص يعني ما بقى الا اربع ايام دي خمس ايام جنان بموت بفطس من الضحك انا يوم ردوني مستانس كنت اول ولك بضحك عليك ضحك من العنوان دي انا كذا خلاص هم قالوا احمد رحيم بيطلع فانا متكي كذا انا وعبود وسعد سلطان الميري اتحراه يقول احمد رحيم يوم قالوا سياب بغيت اموت دخلني حزن قلت ولد كيف كذا ليه ما ظهر ذا المخنس ما ظن تضحك اقسم بالله لا اضحك والله لا اضحك لا خلاص ما بقى الا اربع ايام ثلاث ايام ويعود ليه كذا تلعبون علي تقولون ده يظهر قال له والله يا ولد اثر الموضوع يختلف وزياد مجرم بديت ظهر ابو راس بضحك ضحك تصدق اقول لكم شيء تصدقون يا رجل الرجل المهبل هذول تصدقون رجل كنا نجني على سلطان الميلي وضاحي أخطط لهم أنا وحمد الرحيم والله أننا نخطط لهم أننا نوقعهم في الكمين نوقعهم في الكمين عشان يدخلون برايم نخطط لهم والله أسألوا العيال قد ضربنا بضاحي وقلنا الضاحي تعال يا ضاحي والله العظيم لا فيلم بك الهميلي ينتفض وهو ضاحي لدخل برايم يلا سترك والله أقسم بالله يا ريجي أن أخذوا المراكز أنهم يستاهلون والله ما ظلموهم اني اقولها وانا صوت الاداره على الحرم يا رجل ترى كنا في مدرسه
والله العظيم إن كنا في مدرسة. الهميلي كان جيد جيد، الولد جيد، كنا في جامعة، وضاحي جيد، الشليهيب يرقد في الشاشة، ضاحي العصر في البث، سلطان الهميلي مستحيل يفوت ولا فقرة، موجود الرجال. هل يستوي الذي يعمل والذي ما يعمل؟ سلام، تخيل المبهج الكل بياخذ الأول. أنزل الناس ونزلهم، أنت خيني أنا أخذ الأول، أرقد لحضر لذي لذيك ليه يا أخو؟ ظلم، والله أنه ظلم أني أروح أخذ الأول على سلطان وعلى ضاحي وعلى الشلهيب على العنزي، صدق حرام يا أخي. معترف؟ إيه بالله معترف، إيه بالله أشهد أني معترف، أنا عارف القدر نفسي، بس حرام يا أخي. رجال رجيل ما ينحاشون، كويسين، الله يجعلني ما خلا منكم، لا لا الله. ثم أنتم ظهرت أنا لأن الدعوة على التمديد، كانوا يردوني بالحصان، والله والله واحد العظيم لو أنها نظامية نقاطك علي الحرق ما 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 ما, ما قعد فيها أسبوع. أنا عارف إن قدر نفسي، أنا عارف قدر نفسي ومنزل نفسي في مكانها الصحيح. سولت يعني فيه ناس منتظمة، فيه ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ماسك هالطريق الصحيح، يجي بهاج اللي يرقد وينحاش ولا يحضر فقرات، فقرة أبو غلا الله يمسينا وياها بخير، أبو غلا الزهراني يحليله أنا مطول، ما حضرت ظني 90 يوم، ما حضرت ظني إلا 7 مرات إلا 6 مرات، راقد أبو محمد كيف كذا؟ ما يصلح، الواحد لازم يكون حقاني، لازم يكون. فوالله والله خذوها الحقانية الشباب، والله خذوها الحقانية. ما حد، كل خذ جسمه. يستاهلون والله يستاهلون، الهميلي يستاهل. الله استرت في الشباب. انا هو سعد الشهري يا ولد، كنا اخوان 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 صح. اقول سعد يا سعد معك بسكوت، بسكوت اللي انتم خابرينه.